محمية بحيرة يايا للأراضي الرطبة أول محمية لحماية الأراضي الرطبة في بكين منذ عام 1997، هي تستخدم كجهة لحماية البيئة، تحافظ على مصادر المياه في المدينة، وتعتبر موطناً للحيوانات البرية. تعتقد وأنت تنظر إلى الصورة للوهلة الأولى أنها لوحة مرسومة بريشة فنان، لكنها في الحقيقة صورة طبيعية لواحدة من أجمل المحميات الطبيعية في بكين. عند سفح سور الصين العظيم تغطي محمية بحيرة البط البري مساحة إجمالية تقدر بنحو 300 هكتار، إنها أكبر محمية طبيعية للأراضي الرطبة في شمال الصين وواحدة من محميات الطيور القليلة في هذا البلد. هي ليست أكبر محمية طبيعية في بكين لحماية الأراضي الرطبة فحسب، ولكنها من أشهر المحميات الطبيعية من حيث التنوع البيولوجي في العاصمة الصينية. في هذه المحمية نحو 20,000 بطة برية و32 نوعاً من الإوز. البحيرة تجسد حقاً مفهوم التعايش المتوازن بين الإنسان والطبيعة. تحتوي محمية بحيرة البط على نحو 500 نوع من النباتات، وباعتبارها رئة تتنفس الأرض من خلالها فإنها تساهم في حماية البيئة. الحديقة مفتوحة للجمهور ويمكن الدخول لمشاهدة المناظر الخلابة بخمسين يوانا فقط. الأراضي الرطبة هنا وفيرة، وهي مكان رائع للناس، تتيح لهم الاقتراب من الطبيعة وتحرير عقولهم، وهي شاهد على الدور الذي تقوم به الصين لحماية الطبيعة والحيوانات البرية. أحمد عبدالله، بكين، الميادين.